في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند. شاركونا بتعليقاتكم وإلى تفاصيل نشرة المساء، أهلا بكم. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجريا، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة. يأتي ذلك انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولا. وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جواز أداء صلاة العيد في المنزل في ظل الظروف الراهنة، قائلا: يجوز أداء صلاة العيد في المنزل في ظل الظروف الراهنة، ولك كامل الأجر والثواب ما دامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة في ظل الظروف الراهنة. وأضاف جمعة في مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب وإجابة لسؤال: كيف نصلي العيد في المنزل فرادى أو جماعة؟ فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء، إلا أنك تكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفي الركعة أو في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلي ركعتين بعد ذلك. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم على المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتي تقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته. وتقضي المادة 5 بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتنص المادة 5 التي وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع الحكومة كالتالي: يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. وإلى تفاصيل الخبر الذي بدأنا به النشرة، حيث أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية. تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الاثنين انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء. وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. انتهت النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.